يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب في الإخوة والأخوات حيث لديهم مصدر رزق لكنه ضئيل؟ الزكاة تجب للفقير وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، فيعطى ما يكمل كفايته لمدة سنة. والأقارب أولى بها، إلا إذا كان القريب من الوالدين أو من الأولاد، أي من فرع المزكي أو من أصوله، فإنها لا تحل لهم زكاته. أو كان القريب ممن يرثه المزكي لو مات لعدم وجود من يحجبه، فإنها لا تحل له على أحد قولي العلماء، لأنه والحال هذه يجب عليه أن ينفق عليه، فلا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم.